انا ما بصدق انه حدا ب 12 اب بعز دين الصيف بياخد قرار بيضرب فيه السياحة بقلبه. كان عم بيفوت بنهار 22 الف زائر الى لبنان بلحظة واحدة. الاوتيلات اللي كانت معبية 95% فضيت، الطرقات فضيت، المطاعم فضيت، انشل البلد كله سوا وتغير وجه البلد بقرار واحد اخده حدا افراديا. اسرائيل ما ضربتنا بإيب، اسرائيل كانت تضربنا بحزيران.